الآن سنعود لنتابع توقعات وآراء الجماهير السعودية في أستراليا التي بالتأكيد تحضر، وهي الآن تعد حملة لمساعدة المنتخب السعودي، حملة 1000 طالب بالتأكيد رقم جيد في أستراليا لهذا الحضور الجماهيري. نتمنى إن شاء الله أن يكون حضورا فعالا، وأحيانا يكون يعني 1000 شخص مشجع ربما أكثر فعالية من 10 أو 20 ألف، وهذا يحدث عندنا أحيانا في الملاعب السعودية. زميل عبد الله العضيبي وهو أيضا يتابع يوميات المنتخب كما اعتدنا من الأمس وحتى اليوم وغدا وحتى إن شاء الله مباراة المنتخب، تجول في كل مكان، من ضمن الناس اللي يلتقى معهم الجماهير السعودية والطلاب اللي كانوا يحضرون يوميا من يوم المنتخب حتى استقبلوه في المطار، يحضروا يوميا لمساندة المنتخب السعودي. شكرا لهم عموما، ويتحدثون للملعب مع عبد الله العضيبي. نتابع. طبعا حضرنا التمرين لتحفيز اللعيبة ومؤازرتهم وعساس نرفع روحهم المعنوية، ومباراة مهمة ومصيرية، ونتمنى إن شاء الله أنهم يحققون الفارق ويتأهلون منها عن طريق كأس العالم. نتمنى أنه الفوز هذا أولا يأهلنا لكأس العالم، ثانيا يعطينا الدافع والفرصة للنقاش والحديث سواء مع الأستراليين أو مع غيرهم من الموجودين هنا، يعطينا يعني قدرة أن نتكلم عن وطننا وعن بلدنا بشكل أكبر. قلوبنا مع صقور خضر إن شاء الله أنه يكون الفوز حليفنا، ومن ثم التأهل تصفيات النهائية، ونسينا يعني الإخفاقات اللي صارت من أول. أتمنى من لاعبين المنتخب تقديم لعب أفضل مع المباريات الودية مع نيوزيلندا الأولمبي والفريق الأول أو الرديف، وتحسين الصورة التي حصلت في التصفيات الأولى. الهزيمة أمام أستراليا كانت هزيمة أخطاء بسبب أخطاء دفاعية، وإن شاء الله أنهم يعدلون أخطاءهم بالفوز. إن شاء الله حنا نؤازرهم مع الجمهور، وإن شاء الله هذولا أفضل الموجودين، وإن شاء الله أنهم يقدمون أفضل في المباريات. أتمنى إن شاء الله المنتخب السعودي التوفيق في المباراة الجاية، ويكون عند حسن ظننا ويقدمون المستوى المطلوب منهم، خصوصا انه يعني بتكون كون او لا نكون يعني المباراه هذه لازم انه ناخذ 3 نقاط ونفوز، وبرضه عشان يكون لنا يعني نقدر نتناقش مع الاستراليين هنا ونقدر نتكلم عن منتخبنا ويرفع راسنا ان شاء الله فوق، والله يوفقهم ان شاء الله. بصراحة يعني نتمنى إن شاء الله من المنتخب السعودي إنه يظهر في شكل أفضل من الشكل السابق، بما إنه يعني مباراة مصيرية، يعني آخر مباراة مصيرية أو آخر أمل حصول على بطاقة الصعود إلى كأس العالم، فإن شاء الله نتمنى من المنتخب السعودي إنه يعني يحس إن هذه المباراة يعني مباراة مصيرية، ويحط في بالهم إنه وراهم جمهور هنا. وراهم جمهور في السعودية ولا خيب أمالنا إن شاء الله. حقيقة أتمنى أنهم يشدون حيلهم، لأن والله فرحة لنا، فرحة من زمان ما شفنا فرحة المنتخب. عهدنا بأيام سامي جابر 2006 والله لها طعم الأيام هذيك، الحين فقدناها. يعني والله أنا جاي هنا وأدرس وأتمنى أن أشوف المنتخب، يعني حقيقة يعني الواحد يقولها من قلبه، يعني منتخب يكون أحسن من أول، مو زي أول، أحسن من أول. أجواء مشجعة بالتأكيد بقيت الآن الكرة في ملعب اللاعبين. قبل ما نروح لموضوع ثاني، عبد الله كنا نتكلم قبل قليل أنه سامع عن موضوع الأجواء في المجموعة هذه أو الأحداث اللي قاعد تصير، يعني توصل المباراة الأخيرة وبالرغم من كل يعني أنك ما فزت إلا مرة واحدة وتعادلت، إلا أنه ما زال عندك فرصة أنك لو فزت حتكون المسائل بيدك، يعني تحس أنه كذا كأنها ماشية، يعني إن شاء الله إن شاء الله كأنها مكتوبة لك، كل شيء يقول أنك أنت مجهز لك، يعني تفضل بس انت فوز وتأهل. والله ان شاء الله يعني هو يقول اني بفرحة زمان، انا سمعت احد الاخوان وروحهم وحماسهم وحاجة جميلة. ان شاء الله الامل قائم، واجمل شيء لما يكون الامل في يدك زي ما تفضلت، مجرد انك تفوز حتتأهل،
هذا إن شاء الله حيتحقق مشيئة الله تعالى خلال العمل اللي حيتم خلال الفترة دي ويحقق التأهل مشيئة الله. أنا حاب أعلق على معسكرات أنديتنا، ما شاء الله تبارك الله، أنا شايف زحمة زحمة أندية سعودية في الأمارات، كلهم ما شاء الله راح على الأمارات، حتى الأندية تشتكي ضائقة مالية راحت وعسكرت. طيب في الصيف بيبرروا من الأجواء الحارة وبيتجهوا لأوروبا، وهذا كلام منطقي ونحن بنتفق معهم. الآن عندنا الأجواء ما شاء الله تبارك الله ممتازة، فالأندية كلها خارجة، والمشكلة إنهم بيعانوا في إيجاد مباريات تجريبية خلال معسكرهم، لا سيما إن الدوري الإماراتي مستمر. أنا ماني فاهم يعني إيش المنطق إنه كل الأندية في وقت واحد اتجهت الإمارات. نعم سامي، المنتخب أولاً بعدين على الأقل كلام المنتخب. طبعاً جميل الشعور الوطني اللي شاهدناه من المواطنين السعوديين هناك، وإن شاء الله بس المسألة العشرة مثل ما تفضلت أنت الألف يترتبون وينظمون أنفسهم إن شاء الله بطريقة تشجيع تكون مؤثرة وذات فعالية. طيب. ما تكون يعني ألف غير منظم عشان ما تضيع الجهود هباء يعني. أنت بس أنت معي إنه كانها مكتوبة للمنتخب صراحة إن شاء الله. أنا قلت لك يعني من بداية الاستديو أنا شخصيا متفائل من أول ما قلت التشكيلة وجود اللاعبين الشباب حتى في الخيارات، انا اتفق معك تماما ان شاء الله ان تاهل. فيما يتعلق بالمعسكرات عبد الله، رجعنا لموضوع المعسكرات، والله يعني انا اتفق مع عبد الله حقيقه، يعني الوجود وش فرق الاجواء هناك؟ يمكن يقول لك المدرب او الجهاز الاداري نبغى نعزل اللاعبين في جو معسكر وما الى ذلك، اذا انت يعني ما قدرت تحافظ على هذا التنظيم داخل السعوديه يعني، وانت مقبل على بعض المباريات المهمه والحساسه وتسوي معسكرات ولا يحضر اللاعبون بانتظام او بفاعليه، يمكن ما انا صراحه اتفق مع عبد الله باختصار يعني. طيب. مع عبد الله اتفق معك 100%.